شخص محتاج لك دي ساعة الخير. أيامنا دي دايم ساعات بتفوت. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتميز ساعة الخير. قناة صحة وجمال دائما وأبدا تعمل في الخير، دائما وأبدا تسعى إلى الخير، دائما وأبدا تنظر إلى الشارع، إلى جميع الجماهير بجميع طوائفهم بكل خير. في هذا اليوم يشرفني بحضوره إبراهيم سيد إبراهيم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك، شرفتنا وجودك يا باشا. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ قصة السيد الأخ إبراهيم سيد إبراهيم، تقدم بخالص التعازي لأهالينا في رشيد، وتقدم خالص أعزي نفسي أولا وأخيرا فات الحاج علي المغربي والد صديقي عليها رحمة الله تبارك وتعالى، وأعزي جميع المصريين وأعزي نفسي بحادث رشيد الأليم. ازيك يا سيدي؟ الله يسلمك، تنورت. موجودك يا باشا. عرف قصتك بقى ايه؟ سيادتك والدي الاول، يعني انت ليك اي تحقيق شخصيه؟ لا. طيب انا اعرف انت ابراهيم ازاي؟ اهو سيادتك انا معايا الورق بتاع ما هو طبعا اعمل انا، ما انا معيش شهاده ميلاد خالص، ما ابويا ولا عمل لي شهاده ميلاد ولا ثبتني في اول ما اتولدت. يا عم ابراهيم الاول كده، عندك كم سنه؟ عندي 41. 41 سنه. طوال ال 41 سنه ده ما فكرتش يعني تروح الاسم؟ حتى انت ساكن، اظن انت ساكن ورا اسم امبابه، في دار الاسم على طول. في دار الاسم على طول، ما فكرتش لهم يقولوا لي اي تحقيق شخصيه؟ رحت قبل كده يعني من 10 سنين كده يا باشا. كان ابويا ساعتها، كان ابويا كان عايش من 15 سنه كمان. قالوا لك ايه هناك في الاسم؟ جيت من اعمل، قالوا لي اعمل محضر اهمال لابوه. جيت اعمل محضر طبعا في اولها، وبعد كده جيت قالوا لي لازم تجيب بطاقه ابوك. بطاقه ابويا كان برضه نفس الحكايه، مكتوب اسم ابويا في البطاقه نفسها اسم الجد غلط. ابويا قال لي استنى ما اصلح البطاقه. قعدت بقى ما عليها، وبعد كده ما سالتش بقى. جه ابويا بقى توفى سنه 2002 وكده، ما عدتش في دماغي بقى. يعني كل السنوات دي يعني شغال ماشي ازاي في البلد اصلا؟ انا شغال سايس قدام المحكمه بتاعت امبابه. قدام المحكمه كمان؟ طب يعني انت قدام المحكمه كده ما تعرفتش على حتى حاجه؟ ما حتى هي العقبه بيه، كل يقول لك لازم حد مثلا يقول لك ما دي ما فيهاش اي ولا فيها مسؤول ولا فيها حد يدي لك كارت اي حاجه، لازم حد من اخواتك يجي معاك يكون معاه البطاقه، عشان كل الحكايه اللي انا فيها دي عشان اقف على الشباك واعمل اي حاجه في السجل حد يكون معاه، عشان حد يعترف بيك. عشان حد من اخواتي يبقى معاه البطاقه نفس الاسم بتاعي. بس هي الحكايه كده، وانا اخويا ده متخانق معاه واخويا ده متخانق معاه، بس مش اكتر من كده. طب يعني انا قدامي دلوقتي مشاهدينا الكرام حاله غريبه. ابراهيم سيد ابراهيم 41 سنه، تخيل 41 سنه ما معهوش اي حاجه تثبت ان هو ابراهيم. اتجوز، يعول طفله سنه ونص. سنه ونص اتجوزت. طب اتجوزت ازاي؟ اتجوزت عن بعرفه دلوقتي. لغايه دلوقتي ما انا روحت وثبت البيت في المستشفى وقالوا له وهم شهاده ميلاد طبعا عشان معيش بطاقه. ما روحش طبعا، عملناش ما روحش لاي محامي طبعا. لا هو المحامي كل محامي يقول لك هات اخوك معاك، هات اي حد من اخواتك. يعني اخواتك مفيش ولا واحد في اخواتك؟ هم انا ليا عاوز اضمنك يعني ولا ايه؟ انا ليا اخوات بنات، ليا اثنين بس كل واحده ببيت، وليا اثنين صبيان بقى بس ده يعني مقاطعه، ده ما بتكلمش معاه وكده. طب يعني انت حضرتك يعني اسمك ابراهيم؟ يعني ايه مقاطعه؟ يعني مسلم يعني؟ مسلم وانسان. سيبك بقى مسلم ولا مسيحي، هو بقى مشاكل انت انسان يعني. هم يعني سيبك من ان هم ولا مش هم يعني، سين ما بتروح لهمش وتكلمهم؟ والله العظيم انا خدت اخويا قبل كده معايا. لا اصل يعني انتوا اخوات في الاول وفي الاخر، صح ولا لا؟ ايوه. ده يعني معلش يعني ده المفروض لو حتى ما تعرفوش واحد جارك حتى في الشارع المفروض تزوره يعني. اقسم بالله العظيم انا يعني انا بسبب الموضوع ده انا يعني انا اول حاجه ولا عارف اعمل حاجه ولا يعني حاجات كتير قوي عايز اعملها بسبب البطاقه دي، ولا عارف اعمل اي حاجه. طب بلاش انت خالص، ما تفكرش في نفسك حتى في البيت يعني؟ ما فكرتش في بنتك؟ ما هو هي دي المشكله كمان يعني، دي يعني سيبك من انا اهم حاجه طبعا عايز طبعا لما تكبر تخش مدرسه سيادتك وتعمل لها شهاده ميلاد. اللي انا اتحرمت، انا ولا دخلت اتعلمت ولا اي حاجه من الحاجات دي بسبب شهاده الميلاد وسبب الظروف طبعا يعني بتاعت الاسره اللي انت رحت لها. انت رحت طبعا الاسره،
يعني وافت عليك كده يعني؟ انت قلت له ما مش بطاقه ما مش اي حاجه، قالوا ايه يعني؟ رحت فين يا سته؟ مش حضرتك رحت اتجوزت؟ اه. والد العروسه والد المدام قال لك ايه ساعه ما رحت كده بدون بطاقه بدون اي اثبات شخصيه؟ هي اصلا كانت هي وامها اتجوزتها ابوها متوفي كده سته. طب دلوقتي مشاهدينا الكرام، في يعني ورق كتير قوي 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 يثبت ان ليه والد وليه والده، وطلب طب طلب القيد ده طلب قيد ميلاد ساقط قيد يعني قدمته قالوا لك ايه؟ انا قدمته سيادتك، عملت تحقيقات في المباحث سيادتك وعملت كل الحاجات دي. واقفه بقى على ايه؟ واقفه على ايه؟ ان سيادتك ان انا اصلح كده لعيلي بتاع الاب اعمله كمبيوتر. هم طالبين مني الحاجتين دول، اصلح كده لعيلي كمبيوتر واصلح شهاده الميلاد بابويا مكتوب فيها ايه؟ بدل ما مكتوب نويشي مكتوب نويش لا مكتوب في شهاده الميلاد بتاعته هو مكتوب فيش. طبعا لازم قالوا لي لازم تصلح شهاده الميلاد دي. رحت جبت الشهاده على الشاشه. مشاهدينا الكرام ادي الطلب اللي مقدمه، طلب قيد ميلاد ساقط قيد، وفيه بقى شهادات ميلاد حتى اسم الام كمان، يعني اسم الام كمان ايه عايز في غلطه كمان. اه يعني انا امي مكتوب سيادتك، هتلاقي في القسيمه مكتوب نور محمد مصطفى في القسيمه، في الشهاده اللي انا طلعتها مكتوب نور الهدى. نور الهدى يعني اه. بقى في الشهاده بتاعت الجوازه ممكن نعرض الحاجات على الشاشه. انا دايخ بقى بسبب الحكايه. صوره قيد ميلاد مكتوبه نور الهدى. اه طبعا انا امي اخواتي كلهم في الشهاده الشهادات بتاعتهم صوره قيد الوفاه نور محمد مصطفى قيد. وشهاده الميلاد بتاعت اخويا انا ليا اخوات اتنين. شهاده الميلاد شهاده الميلاد غير شهاده الوفاه. لا شهاده الميلاد بتاعت الاخ مكتوب فيها نور. اما دي نور الهدى. لا مؤاخذه انا شهاده اخويا اسمه حسن محمد حسن ابراهيم سيد نويش، واسم الام مكتوب نور محمد مصطفى شهاده الميلاد بتاعتها. تمام اهي. وبرده شهاده اختي انا ليا اخت متوفيه سيادتك برده، ما احنا ثلاثه شقق اخويا واختي اللي ماتت دي. اختي دي اكبر مني بسنه برده نفس الشهاده نفس الاسم بتاع امها نور محمد مصطفى. يعني كل جيت بقى اعمل الشهاده القديمه قوي من دار المحافظه والهدى. طبعا دي سيادتك انا مش عارف. طب بتشغلها نور الهدى. طب والحاجات التانية سيادة. طيب دلوقتي يعني مشاهدينا الكرام، في ورق كتير قوي وشهادات ميلاد للاخوات، وكمان في بيانات مكتوبه نويش وفي نويش. هو نويش هو ابويا اسمه الجد اسمه نويش. هي صوره قيد الطلاق اهيت نويش والقسيمه سيد ابراهيم النويشي وكده العائله برضه نويش. مشاهدينا الكرام يعني في يعني مشكله، يعني في واحد يعني لا يستطيع ان هو يروح محاكم او سام او اي حاجه يعني أنا أصلاً احنا ممكن يعني اي محامي يتواصل بينا يتواصل على الارقام. معنا الاستاذ ايهاب احمد. معنا الاستاذ احمد ايهاب احمد المحامي بالنقد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الاستاذ ايهاب احمد. ده انقطع الاتصال. طب انت عايز ايه دلوقتي بقى؟ انا عايز لا انا عايز اعمل شهادة ميلاد بس يعني. هو ده اللي انا عايزه سيادتك، مش عايز اكتر من كده. على اساس بده يعني تبقى حاجه سلاح معايا، لانه في اخطاء في يعني معظم الورق فيه خطا بسبب هو هي الخطا نويش بس والنويش النويشي ده لا هو مكتوب في الورق بتاع الشهاده بتاعت ابويا نفسها مكتوب فيش. انا طلعت الشهاده القديمه بتاعته مكتوب فيها نويشي. هروح اقدمها، هم قالوا لي روح في العباسيه قدمها بس يكون معاك حد من اخواتك قدمها ويطلع فيها نويشي. مفيش حد مفيش حد من اخواتك راضي معاك؟ انا ممكن اصالح اي حد من اخواتي يعني سيادتك. ياس عشان المصلحه دي بس يعني؟ لا انا احنا اخوات قدام عمر ما بس هم اصلا يعني في حز يعني هم اصلا اللي الغلطانين مش انا بيه. لا هو كل واحد بيعملوا حاجات والله ربنا يعني. لا 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 هو كل واحد فينا كله يقول التاني غلطان، احنا كلنا اخطاء. ليه الواحد ما يجيش على نفسه شويه؟ والله بيجي على نفسي وحياة الله بيه. يعني حتى في برنامج اسمه ساعة الخير يعني؟ طبعا. ولا ايه؟ طبعا يا باشا. احنا هنا في قناه الصحه والجمال دايما دايما مشاهدينا الكرام نعرض اي مشكله كانت نفسيه او كانت انسانيه في برنامج ساعه الخير، بنعرضها وبنحاول جاهدين ان احنا نوصل لحل. مشاهدينا الكرام في حلقات سابقه وفي حلقه وللاسف الشديد ما فيش تواصل، انا مش عارف ليه يعني الناس بطلت تعمل خير يعني حقيقه مش عارف يعني فكر كده، فكر ان انت في هذه الماساه مثلا كان مأساة عم إبراهيم أو مأساة الحلقات السابقة عرضها الزميل الأستاذنا الأستاذ أسامة السمين، عرض أكثر من حالة وشايف فعلا أن
التواصل قليل جدا بل ينعدم التواصل. ليه؟ يعني انا نفسي اعرف ليه احنا ما نحطش نفسنا مكان هذه الحاله، ان كانت حاله مرضيه او حاله اجتماعيه. يعني نفسي ومن عيني كده نبص لبعض. الناس بتموت، الناس بتغرق، الناس في لحظه بتعمل حادثه وتموت، في لحظه ياتي الموت من حيث لا تدري، ياتي فجاه. هل فكرنا في هذه اللحظه؟ للاسف الشديد احنا للاسف بعيدين كل البعد عن الله تبارك وتعالى. انت بتصلي يا عم ابراهيم؟ اه الحمد لله بصلي. اه بتصلي؟ اه والله بصلي. طيب طب معنا اتصال الاستاذ ايهاب، رجع معنا ثاني الاستاذ ايهاب احمد المحامي بالنقد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذنا؟ الحمد لله. ازيك؟ طب والله في استشاره كده قانونيه ممكن؟ تحت امرك يا باشا، تحت امرك. في معنا الاستاذ ابراهيم، سيد ابراهيم سائط قيد. تمام. 41 سنه، متزوج ويعول طفله عام ونصف. تمام. الحل ايه القانوني في هذه المساله؟ طيب حضرتك، هو عمل قسيمه الجواز ازاي الاول؟ يعني راح للمأذون ولا هو زواج عرفي؟ هو يرد على حضرتك، اتفضل. جواز عرفي سيادتك. زواج عرفي. جواز عرفي سيادتك. زواج عرفي يعني بورق كده بينك وبينها بس. لا محامي. انا محامي سيادتك. تمام، بس ما قيدتوش طبعا البنت في شهاده ميلاد ولا حاجه خالص؟ لا سيادتك، عشان ما انا اصلا معيش بطاقه عشان ايدها سيادتك. طيب حضرتك، في استمارات اسمها استمارات سائط قيد، دي استمارات بتتباع في مصلحه الاحوال المدنيه. ما انا عملتها للحاجات اللي زي حضرتك كده. ايوه. رحت انت توجهت لحاجه زي كده؟ ايوه بيه، عملتها سيادتك. وبعدين؟ وقفت معايا سيادتك اللي انا على قسيمه شهاده الميلاد بتاعت الاب فيها غلط، اسم الجد فيه خطا. وكده العائلي بتاع ابويا برضه، وشهاده الميلاد بتاعت والدتي. التلاتة فيهم غلط؟ الاسم الاخير. لا يعني انا عايز اتاكد من شهاده الام الاسم صحيح ولا لا، وشهاده الاب صلحه بس سيادتك. طيب حضرتك عملت يعني عملت بيان عيله بالنسبه للاب وبالنسبه للام؟ كده يعني عائلي؟ كده عائلي؟ انا معايا كده العائلي بتاع ابويا. بتاع والدك؟ طلع فيه اسامي اخواتك واسم والدك؟ لا، ابويا ما كانش مسجل اي حد من اخواتي، اسم الزوجه اللي هو كان متجوزها الاول. اصل ابويا كان متجوز ثلاثه سيادتك. تمام. اسم الزوجه الثانيه واسم التانيين مش موجودين، ولا الاوانيه ولا والدتي. في القيد العائلي. في القيد العائلي بتاعه. طلع اسم والدك وزوجته بس، ما فيش اولاد ولا حاجه خالص. ولا اخواتي التانيين من ابويا ولا احنا. طيب والقيد ووالدتك؟ ولا والدتي متأيده في الكيل العائلي، بس معايا قسمت قسمت الجواز بتاعت امي وكده. يعني معاك قسمت الجواز بتاعت الوالده؟ بتاعت والدتي. طيب استاذ ايهاب، الحل بقى ايه في المشكله دي؟ ما هو حضرتك لازم يبقى في اساس الزواج بتاع والده ووالدته. هو بيقول معايا القسيمه موجود قسمت الزواج وقسمت الطلاق كمان. تمام. هو دلوقتي لو وقف الكلام دوت في مصلحه الاحوال المدنيه ورفضوا ان هم يقيدوه او يعملوا له شهاده ميلاد، ها؟ تمام. بيرجع لمحكمه القضاء الاداري، يرفع دعوه في محكمه القضاء الاداري، ها؟ طعن على قرار منعه من قيده في سجل الاحوال المدنيه. تمام. يرفع دعوه امام محكمه القضاء الاداري ضد قرار منعه من القيد بسجلات مصلحه الاحوال المدنيه. هو ده حله الوحيد. ده الحل الوحيد. يرفع دعوه حتى لو كان في خطا في بعض الاوراق مثلا. حتى لو كان في خطا في بعض الاوراق، لان هو دلوقتي في قرار دلوقتي سلبي من الجهه الاداريه اللي هي وزاره الداخليه بقيده في الدفاتر بتاعتها اللي هي مصلحه الاحوال المدنيه. القرار السلبي بمنع قيده دوت بيستوجب ان هو يرفع دعوه امام محكمه القضاء الاداري. فأعلن على القرار السلبي بان هم ما يقيدوهوش في سجلات مصلحه الاحوال المدنيه. هو ده الحل الوحيد، لانه طبعا هو معهوش قيد عائلي، والدته مش طالعه في القيد العائلي بتاع والده. فهو ده الحل الوحيد اللي لازم يلجا. والدته متوفيه؟ انا والدتي متوفيه بيه وانا عندي 12 سنه سيادتك. مش مشكله يا باشا، مش هتفرق.
مش هتفرق يعني. انت طالما معاك اسمه الزواج، اسمه الزواج بتاعه والدتك من والدك موجود، وانت توجهت لمحكمه القضاء الاداري، وانت توجهت لمصلحه الاحوال المدنيه علشان تعمل شهاده قيد باعتبارك سيد قيد وهم رفضوا، انت بتلجا لمحكمه القضاء الاداري عشان تطعن على القرار السلبي بالامتناع عن قيدك في دفاتر سجلات مصلحه الاحوال المدنيه. استاذ ايهاب احمد، استاذ ايهاب احمد المحامي بالنقد، متشكرين جدا 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 على هذه المعلومات، وان شاء الله على تواصل بعد البرنامج ان شاء الله. استاذ ابراهيم، ايوه. طب يعني حضرتك لما اقبلت على الزواج ما فكرتش ان هتتكرر نفس الماساه مع بنت؟ انا سيادتك انا كنت باجي في الاوقات دي الصراحه عشان على اساس ان انا اعمل شهاده الميلاد واعمل لها. طب كنت اجري وشوف محامي وهيخلص لك كده. انت لو سعيت احنا كده ان شاء الله هنشوف لك اي محامي زميل هيخلص لك الموضوع. اعتقد الموضوع مش صعب اصلا. انا بقول يعني انا عاوز اثبت نفسي. أيوه. مش قصه يعني. ده انا ايه، انا من حق اصلا على حد علمي يعني. يعني انا سيادتك انا برضه بني ادم في من ضمن بتاع البلد دي، يعني من حقي يبقى معايا بطاقه سيادتك، من حقي يبقى معايا شهاده ميلاد كده يعني. تمام. يعني كل الناس دي، ما هو اي واحد بيكلمني اي ظابط ولا اي بتاع بيكلمك بيقول لك بطاقتك بتاع مشاهدينا الكرام، البطاقه دي سيادتك مطلوبه في اي حاجه. في مفاجاه حلوه جميله جدا اهي. الاستاذ ايهاب احمد المحامي بالنقد تكفل بهذه القضيه ومتبرع بيها. ربنا يستر. وهو هيخلص لك. ربنا يكسبك. على الهواء هو بدون اي اتصالات ولا بدون اي حاجه. ربنا يكسبك باذن الله يا شيخ. الاستاذ ايهاب احمد المحامي بالنقد ان شاء الله هنتواصل معاه بعد البرنامج، وان شاء الله مستر الرحمن هيخلص لك الموضوع بإذن الله. بس زي ما قلت لك المفروض مشاهدينا الكرام يعني قبل ما الواحد ما يقدم على قصه المفروض يفكر فيها. انا بيه والله العظيم انا عملتها ساعتها يعني. اما ولا فكرت تتجوز وخلاص وما لكش دعوه بالورق بقى وما لكش دعوه باللي هيحصل بعد كده. كان ساعتها بقى الواحد عشان سنه كبر وكده ما فكرش في اي حاجه. بعد كده بقى طبعا الواحد لما عقله بيشتغل وبتاع بيحس بالندم وكده يا سيادتك. يعني انت بتنصحي كده بقى الساده المسؤولين في ان هم يخلصوا لك اجراءات الورق ديت؟ يعني انصحهم بايه؟ يعني تطلب منهم اي طلب على الهوا كده؟ انا اطلب العد بتاع يعني الواحد ما ليه تاني يعني سيادتك. انت بتنصح بقى الناس اللي ناويين يقدموا على هذا الشيء، يعني المفروض اصلا الواحد يتجوز المفروض يتجوز رسمي. صح. صح ولا هو ما سهلش غير صحيح، بس كل يعني انا كان عندي ظروف والله بيه. ربنا اللي علم بيها. بس انا ومعايا البطاقه برضه كنت هتجوز عادي يعني زي ما اي حد بيتجوز يعني، زي ما اي حد بيتجوز عندي. بس انت حاجه غريبه قوي لفتت نظري، انت ورا الاسم على طول. ورا اسم امبابه. يعني ما فيش كده اي مثلا اي ضابط ولا اي عسكري حتى تعرف في الاسم يخلص لك الموضوع ده؟ هيخلصني. ما هو اصلا هم ما لهمش اي جهه في الموضوع ده. ما لهمش دعوه بالحاجات المدنيه. سيادتك الموضوع ده يخصوا الموضوع ده في السجلات. بس اكيد عارفين الناس يعني. لا هو الاسم المعاون ماله ولا الضباط ولا ما ليه ما يعرفوش حد يعني؟ اختصاصه اللي ينزل يجيب قضيه سيادتك. بس يعني بس ده اختصاصه؟ يعني كده مش اختصاصه. المهم يا عم ابراهيم ان شاء الله مستر الرحمن الاستاذ ايهاب احمد هيخلص لك القصه دي كلها. ولو في اي حاجه برضو تواصل معنا وتواصل مع البرنامج وتواصل مع القناه. انا اتولى يعني انت من عند الله كده يعني حد يتولانا هو يعني. انا 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 عن نفسي انا هتابع الموضوع بنفسي، ولو وصل ان انا هنزل معاك اخلص الورق معاك انا تحت امرك. مش اي مشكله خالص نهائي. احنا في قناه الصحه والجمال، احنا في قناه الصحه والجمال وبرنامج ساعه الخير دائما يسعى للخير. الحقيقه للاسف الشديد الوقت يمر سريعا سريعا، ودائما الاوقات في الخير بتمر سريعا الواحد فعلا ما بياخدش باله منها وبتعدي بسرعه. بس يعني نفسي يعني فعلا نصيحه بجد اللي يعني انا عاوز افهم حاجه. انتوا متخيلين الواحد لو عمل حاجه لله او طلع مثلا فلوس لله او تبرع بشيء، انتوا متخيلين هينقص من ماله شيء؟ والله ابدا. تزكيه ويطهره. ليه احنا ما يعني احنا قاعدين دلوقتي قدام الشاشه دلوقتي في ارقام نتواصل مع هذه الارقام ونتاكد بانفسنا من هذه الحالات لو احنا مش ما فيش مثلا مكذبين الناس مثلا. احنا هنا في قناه الصحه والجمال دائما تسعى الى الخير، دائما تسعى الى المعروف، دائما وابدا نحاول جاهدين ان نضمد جراح المرضى وهذه الحالات مثل حاله عم ابراهيم سيد ابراهيم. في نهايه الحلقه يا عم ابراهيم حقيقه بشكرك جدا 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 جدا، ويعني ما تتاخرش في اي لحظه تتصل بالبرنامج، ولو في اي حاله قدام برضه توصلها لنا. احنا دايما نعمل في الخير. مشاهدينا الكرام في ارقام موجوده على الشاشه، جمعيه صله دائما برضه هي يعني التي ترعى برنامج ساعه الخير، دائما تعمل في الخير جمعيه صله
للأعمال الخيرية، تواصلوا معها في أرقام موجودة على الشاشة دلوقتي، تواصلوا معها وإن شاء الله هتلاقوا دايما في خير، ولو في أي تبرعات في أي حاجة تواصلوا مع جمعية صلة. مشاهدينا الكرام، في نهاية الحلقة أشكركم 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 لحسن متابعتكم، وكما أشكر جميع فريق العمل من أكبرهم إلى أصغرهم. أشكر الأستاذ هيثم حسين مخنا الكبير، أشكر الإعداد الأستاذ هويدة علي، أشكر الجميع بالاستوديو. وفي النهاية أشكر حضراتكم مرة أخرى لحسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامنا دي دايم ساعات بتفوت والعمر في دقايق أكيد فرقات، تنقص حياة عايشة في حضن الموت أو شخص محتاج لك، دي ساعة الخير يلا وفي إيدينا نساعد الغير.